الحمد لله رب العالمين، أحمده حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله صلاةً وسلاماً دائمين أتمين أكملين إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم في هذا الشهر المبارك الذي مضى أكثر من نصفه، وأسأل الله جل وعلا أن يعينني وإياكم في هذا الشهر على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. وقد اختار الإخوة وفقهم الله جل وعلا لهذه الكلمة موضوعاً أحسب أنه في غاية المناسبة، وهو بعنوان معالم التوحيد في رمضان. والمعالم جمع معلم، والمعلم الشيء البارز الظاهر الذي له دلالة، وأما التوحيد فلا يخفى عليكم معناه، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. والمؤمن لا بد أن ينتبه لهذه القضية، قضية التوحيد هي في كل شعيرة وكل عبادة شرعها الله عز وجل، تبرز هذه القضية الأم التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، فقال سبحانه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأول أمر أمر الله جل وعلا به في كتابه الكريم هو الأمر بتوحيده وعبادته، فقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بل إن غاية بعث الرسل وإنزال الكتب تقرير توحيد الله عز وجل. قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لذا سأشير إشارات يسيرة وسريعة أحسب أنها نافعة للمتكلم والمستمع يستشعر بها الصائم هذه المعاني الدقيقة وهذه المعالم العظيمة في هذا الشهر المبارك. من المعالم التي تظهر وتبرز في رمضان خاصة ما يتعلق بمعالم الغيب والإيمان بالغيب. فالله جل وعلا يقول عن عباده المتقين: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب. وتعلمون خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وتصفد الشياطين. وهذا لم نره بأعيننا، لكننا نجزم ونتيقن أنه حق لا مرية فيه. وهذا من صميم الاعتقاد والتوحيد، وهذا الذي يحفز المؤمن لأن يعمل. إذا أيقن بأن الله جل وعلا يفتح أبواب الجنة، قال: فلم يغلق منها باب وتغلق أبواب النيران. فإذا اعتقد هذا الاعتقاد هو الذي يحدوه للعمل والجد والاجتهاد ليظفر بدخول الجنة ولينجو بفضل الله تعالى من النار. أيضا يوقن أن الشياطين تصفد، والمقصود بذلك أنهم لا يخلصون في رمضان كما يخلصون في غيره، وأن التصفيد خاص بالمردة. فهذا من اعتقاد الذي يعتقده المؤمن في رمضان. أيضا من معالم التوحيد في رمضان هو اعتقاد فرض صوم رمضان. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه لطائف المعارف، قال: لو أن أحد الصائمين ضرب على أن يأكل أو يشرب في نهاية رمضان لم يفعل، ولو كان خاليا. لماذا؟ ما الذي منعه؟ يقينه بأن الله تعالى افترض عليه صوم رمضان. لذلك تجد الناس في رمضان خاصة يحرصون أشد الحرص على سلامة صيامهم وصحته من كل قادح أو منقص أو مبطل له، وتراهم يهرعون إلى المفتين ليسألوهم عن أدق التفاصيل في صومهم حتى لا يضطرب صومهم أو يفسد صومهم. وهذا من الاعتقاد بأن الله جل وعلا فرض عليهم صيام رمضان، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأن الغاية من هذا الصوم ليس هو الجوع والعطش، فالله غني
عن أن نتعب أنفسنا، وإنما المقصود أن تنتفع أنت بهذا الصوم بتحقيق تقوى رب العالمين جل وعلا. أيضا من معالم الصوم ومعالم التوحيد في رمضان، وهو معلم في غاية الأهمية، هو الإيمان والاحتساب في الصيام والقيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقوله إيمانا يعني إيمانا بالله عز وجل الذي خلق هذا العبد، والذي شرع له هذا الصوم وفرضه عليه، فهو يصوم لا تقليدا لآبائه وأجداده ولا موافقة لمن حوله من الناس، وإنما يصوم تعبدا لله جل وعلا. لذلك بعض أهل العلم يعرف الصوم بقوله: التعبد لله بالإمساك عن المفطرات الحسية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فأنت متعبد لله عز وجل بترك الطعام والشراب، ولذلك لا يحل لأحد أن يأكل أو يشرب قبل غروب الشمس ولو بدقيقة، كما أنه لا يحل له أن يأكل أو يشرب بعد طلوع الفجر ولو بدقيقة. فهذا دقة في طاعة الله عز وجل والتعبد له سبحانه وتعالى في هذه الفريضة العظيمة. أيضا من معالم التوحيد في هذا الشهر المبارك هو أن الله جل وعلا في كتابه الكريم في ثنايا آيات الصيام في سورة البقرة اعترضت آية بين آيات الصيام في قوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلماذا جاءت هذه الآية معترضة في ما يتعلق بهذه الفريضة وأحكامها؟ قال أهل العلم: لأن للصائم دعوة لا ترد، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، سواء قلنا عند فطره كما جاء بعض الروايات بذلك عند فطره، أو أن نقول أن الصائم حال تلبسه بالصوم فدعوته لا ترد، سواء بعد الفجر، عند الظهر، عند العصر، عند إفطاره، فهذا كله وقت إجابة. والدعاء تظهر فيه العبودية والتوحيد لله جل وعلا جليا ظاهرا. لذلك قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وسمى الله جل وعلا دعاءه توحيدا، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والعبد عندما يدعو الله جل وعلا يوقن بأن الذي يدعوه حي، حياة كاملة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال. أنت عندما تدعو الله جل وعلا توقن أن الذي تدعوه وتسأله قادر على كل شيء، وأنت تدعو الله جل وعلا تستحضر أن الذي تدعوه سميع بصير، يراك جل وعلا ويسمع دعاءك. ولهذا قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فهو القريب في علوه، وهو العلي في دنوه، هو عالٍ عن خلقه، مستو على عرشه، وهو قريب من داعيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا قرب اطلاع وسماع من الله جل وعلا، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا، يجبر كسيرا، يشفي مريضا، يجيب داعيا. فالعبد عندما يستحضر هذه المعاني حال الدعاء فهذا من أعظم معالم التوحيد. وكذلك في الدعاء يستحضر الداعي أن الذي يدعوه رحيم وأنه كريم، وقل ما شئت من المعاني التي يمتلئ بها قلب الداعي. لذلك أحبتي الكرام، لا بد أن نستشعر هذه المعاني حال الدعاء،
وذلك أن الداعي مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى الغني، فأنا فقير من كل وجه وأنتم كذلك فقراء من كل وجه، والله جل وعلا هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولو جعلت هذه المعاني حاضرة في قلبك حال الدعاء، وحضر في قلبك اليقين بأن الله جل وعلا يسمع دعاءك ويرى مكانك وأنه مجيب لدعوتك، كفى بهذا إيمانا بالله جل وعلا. ولهذا يقول بعض السلف: إنه لتعرض لي الحاجة، يعني من حوائج الدنيا، فأدعو الله جل وعلا فيفتح الله لي من لذيذ مناجاته ما أحب أن الحاجة لم تقضى. وقال بعضهم: كفاك دعاؤك ربك أن حصل لك ذلك الانكسار وذلك الذل، لأن الله تعالى يحب من عباده أن يكون ذليلاً بين يديه، متضرعاً إليه، ملحاً في دعائه يكثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الأشعث الأغبر يمد يديه للسماء: يا رب يا رب يا رب. فهذه من أسباب الإجابة، لكنه قد وجد عنده من موانع الإجابة ما حالت دون إجابة دعوته، فلنستحضر هذا المعنى الدقيق أيها الكرام. كذلك أيضا من معالم التوحيد في رمضان معلم ليلة القدر. هذه الليلة التي سميت بليلة القدر لعظيم قدرها وشرف مكانتها، وأن العمل في هذه الليلة أفضل من العمل في 1000 شهر سواها. قد بلغت سن 80، وهل هذا السن الذي بلغته كله في طاعة الله؟ من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً فكأنه عمل لله في 83 سنة و4 أشهر. عمل، العمل في هذه الليلة خير من العمل في 1000 شهر سواها. فالمؤمن عندما يطلب هذه الليلة ويتحرى هذه الليلة، ما الذي حفزه لهذا؟ ما الذي دفعه لتحري هذه الليلة؟ هو إيمانه بصدق الخبر عن الله جل وعلا في كتابه الكريم، في قول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، إلى آخر السورة. وقوله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فيؤمن بهذه الآيات إيمانا صادقا، كما يؤمن بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي قال: تحروا ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان، وقال: من كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر، تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر. فهذا الذي دفع المؤمن لقيام ليالي 10 يطلب هذه الليلة، فالذي دفعه إيمانه بالله عز وجل وتصديقه بخبر محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يرجع إلى قولك: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وهكذا أيها الإخوة، لو أردت أن أستفصل وأن أستطرد في معالم التوحيد في رمضان لطال بي المقام، لكنني سأختم بمعلم أخير من معالم التوحيد في رمضان، وهو نزول القرآن في رمضان. وهذا حدث عظيم، أعظم حدث وقع في هذا الشهر المبارك، إنزال هذا القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم نعت كتابه الكريم فقال: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا القرآن العظيم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، سواء قلنا بقول ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، أو بالقول الآخر أن المقصود نزول أول 5 آيات منه على محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم،
علم الإنسان ما لم يعلم، فيوقن العبد أن هذا القرآن الكريم أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، أي بدأ نزوله في هذه الليلة، وذلك تشريف لهذه الليلة. فعلى العبد أن يعظم كلام الله جل وعلا، فيعتقد العبد عندما يتلو كلام الله جل وعلا أنه يتقرب إلى الله عز وجل بأجل وأعظم كتاب، لأنه ما تقرب العبد إلى الله جل وعلا بشيء أفضل من تقربه بتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. هو كما قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، هو الكلام الذي من كان يقرأه فكأنما خاطب الرحمن بالكلم. فأنت عندما تقرأ كتاب الله جل وعلا أو تسمعه، هو خطاب من الله لك، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا أردت أن تقرأ القرآن فاحضره حضور من يخاطبه به سبحانه منه إليه، هي رسالة من الله جل وعلا. كما قال بعض السلف: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. لماذا؟ فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ما الذي يحدثه القرآن في قلوب قارئيه؟ وما الذي يحدثه القرآن في قلوب سامعيه؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، عند آيات الخوف والترهيب وذكر النار تقشعر جلود أهل الإيمان خوفا من عذاب الله جل وعلا، ثم تلين قلوبهم وجلودهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله عندما يسمعون الجنة ونعيمها والترغيب فيها وعد الله الصادق، تلين هذه الجلود والقلوب طمعا ورجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. فأشعروا أيها الكرام، أشعروا قلوبكم كلام ربكم عز وجل الذي قال عنه سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو هنا حرف امتناع لامتناع، يعني أن الله تعالى لم ينزل كتابه على الجبل، ولو أنزله على الجبل لندك وتصدع، لكنه أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، أنزله يخاطب به الناس ليتأثروا وينتفعوا ويتدبروا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، كما قال جل وعلا: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. أين جواب لو؟ أجيبوا، محذوف مقدر، لكان هذا القرآن، لأن قريشا قالوا: لن نؤمن لك يا محمد حتى تأتينا بقرآن تسير به الجبال أو تقطع به الأرض أو تكلم به الموتى. فقال الله جل وعلا: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، الجواب: لكان هذا القرآن. لكن الله تعالى لم يرد ذلك سبحانه وتعالى، إنما جعل كتابه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والله إن القرآن والفرح به والاستبشار والسرور به خير من هذه الدنيا وأموالها وملذاتها، كما قال جل وعلا. ولهذا لما جاءت ابن الصدقة إلى عمر، رآها غلام عمر فرح بها فقال: هذا فضل الله ورحمته. قال عمر: كلا، فضل الله ورحمته القرآن، وهذا مما يجمعون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق؟ بطحان في مدينة مكان تباع فيه الإبل، فيأتي بناقتين كوماوين عظيمتين من غير إثم ولا قطيعة رحم. الصحابة كغيرهم من الناس يحبون المال، قالوا: كلنا يحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فاقرأوا كتاب الله جل وعلا، وتأملوا آياته، وقفوا عند عجائبه، حركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال يوم القيامة لقارئ القرآن: اقرأ ورتل وارتقي.
وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فأنت الذي بفضل الله جل وعلا وتوفيقه وإعانته تحدد منزلتك في الجنة بفضل الله تعالى وتوفيقه ورحمته بقراءتك لكتاب الله جل وعلا. كلما أكثرت قراءة كلما ارتقيت في الجنة درجات بفضل الله جل وعلا ورحمته وتوفيقه سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلبي وقلوبكم إيمانا به جل وعلا وتوحيدا له وتصديقا، وأن يملأ قلوبنا من محبته والخوف منه ورجائه سبحانه وتعالى، وأن يجعل أعمالنا صالحة وأن يجعلها لوجهه خالصة وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. وأسأله جل وعلا تقبل مني منكم الصيام والقيام والدعاء، وأن يبارك لنا فيما بقي من شهرنا هذا، وأن يوفقني وإياكم لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا جميعا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك من المقبولين، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر الكفرة المعتدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واصرف عنهم بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب إنك سميع قريب يا حي يا قيوم. والله تعالى أعلم وأحكم، وأشكر لكم حسن إصغائكم واستماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.